احتضنت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية للعام الرابع على التوالي المشاريع والأبحاث المتميزة لطلبة من كافة فروع الكلية من خلال معارضها الذي أقامته على أرض الجامعة. المعرض طبعا هو بالنسخة الرابعة له، طبعا بدأ المعرض 2018 كان أول نسخة، وهلأ حقيقة صار عم يستمر للسنة الرابعة. طبعا في مشاركات مختلفة اليوم، ما عم يقتصر فقط على كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، إنما كمان على كلية الهندسة المعلوماتية، على كلية التطبيقية كمان، وعلى جامعات خاصة كمان انضمت للفريق لعنا. قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات مشارك بأكبر عدد من المشاريع اللي بيبلغ 23 مشروع. طبعا هاي المشاريع بتجسد أفكار الطلاب والحصيلة اللي طلعوا فيها من خلال 5 سنوات دراسية. المشاريع بتتنوع بين مشاريع اتصالات، مشاريع الكترونيات، مشاريع تحكم، فيها افكار ممكن انه تتحول لواقع عملي، طبعا هذا بيتوقف على امكانيه استثمار افكار الطلاب بهذه المشاريع. المعرض ضم مشاركات واسعه للطلبه من كافه الاختصاصات التي بدورها تسلط الضوء على الابداع وحب البحث والمعرفه، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الشركات السورية من خلال مشاركتها في المعرض واستقطاب المشاريع المتميزة ورفدها في سوق العمل وتأمين فرص عمل للطلبة المشاركين والحاصلين على مراكز متقدمة في أبحاثهم. مشاركتنا اليوم بهذا المعرض هو تأكيد لكافة المشاركات السابقة اللي تمت من قبل الشركة السورية للاتصالات بكافة المعارض التي تعنى بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مشروعنا اليوم عبارة عن جهاز لاختبار ثباتية الأقمشة المصبوغة على الاحتكاك، قمنا بتنفيذ وتصنيع الجهاز بمساعدة زملائي، وتحبي شغلك الجهاز حتى نشوف شو هو. بنقيس ثباتية الأقمشة المصبوغة على الاحتكاك من خلال 10 دورات خلال 10 ثواني. الجهاز موجود عندنا بشركة الدبس، نحن قمنا بتطوير الجهاز غير الموجود بشركة الدبس، بإضافة مؤقت زمني وإيقاف مفاجئ وتحكم بالسرعة. مشروعي عبارة عن ملاحق شمسي بتتبع حركة الشمس بدون أي محرك خارجي أو أي شيء. أنا ليش لحتى أتولد كهرباء أخذ جزء من الطاقة الكهربائية المولدة باللوح الشمسي لحرك محرك أو حرك المتحكمات؟ ليش لساوي أشياء؟ نحن ابتكرنا فكرة جديدة إنه يتبع أشعة الشمس باستخدام الطاقة الشمسية بحد ذاتها. الكفاءات العلمية المشاركة في المعرض هي ثمرة جهد وتعب الطلبة والأساتذة الداعمين لأفكارهم ومقترحاتهم لبناء مستقبل لبنته العلم والمعرفة وسياجه الإرادة.